انترفيو مع أهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة الفن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على 3W والحياة .fm. كالعادة VIP سبور يجيكم كل نهار سبت 8 متاع الليل واستضافة لوجوه رياضية في مختلف الاختصاصات. المرة هذه استضافة لمسؤول مرافق سابق بالشبيبة القيرونية فرع كرة السلة. الشخص هذا متيم بالشبيبة، عاش فترات زاهية تتويجات مع الفريق وخدم الشبيبة من موقعه، إلا أنه الفترة الأخيرة بعد على الفريق كمسؤول لكن بقى متابع وفي للشبيبة. إن شاء الله باش تكتشفوه تباعا في الحصة. كالعادة اليوم في الحصة باش ترافقني أمن أبو خيد في الإخراج التقني، سيف أبو العريس في الإخراج الرقمي. قبل ما نكتشفوا ضيفنا نخرجوا مع جورج وصوف، ما تبعدوش هنا راجعين. انترفيو مع أهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة الفن. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام اللي عدلتوا الموجة على 93 في بي سبور. حلقتنا اليوم باش نحكيو على مسؤول سابق ومرافق سابق بالشبيبة القيرونية اللي خدم في فروع الكل مختلف الأصناف وكذلك مع الشبيبة وعاش معها عديد التتويجات. في الفترة الأخيرة افقدناه اللي هو كان موجود قبل مع الشبيبة، لكنه باش نشوفوا اليوم نكتشفوه لأنه مازال متابع أخبار شبيبة القيروان. مرحبا بك هشام الشواشي. مرحبا بك عبد الله، مرحبا مستمعين خير فهم. اكيد هشام شواشي غني عن التعريف، مسؤول سابق بالشبيبة القيرونية. قبل ما نحكي على الشبيبة هشام، تعريف موجز لهشام الشواشي. عايش عبد الله على الاستضافة والحاجة. كما تعرف هشام شواشي مسؤول سابق في فرع كرة السلة وأب لأربع بنات، صاحب محل تاجر زرابي. عشت فترة من ممكن أكثر من نص عمري في تسيير شبيب. كي نقول لك الفترة الأولى ممكن اللي ما يعرفهاش برشا، خاطر عشت في فترة مسؤول على فرع كرة القدم كفرع اسبوار وجينيور في عهد سي مسؤول سي عبد الرزاق الشملي وكمال الشملي، 10 سنوات من التسيير في فرع كرة السلة حتى العام 2009. من 2009 ل 2011 كنت للراحة ورجعت كتسيير مسير أول في فرع كرة السلة أكابر مع الرئيس السابق اللي قبل ما يكون رئيس كان هو رئيس فرع سي مراد بلاكحل. هو رئيس فرع، خدمت معاه مسؤول في فرع كرة السلة على مدى عشرة سنوات، معناها حتى العام 2020. تفرغت 2020، تفرغت الحياة الخاصة، معناها كما تعرف بعت كمسير لا كمحب. قبل ما نحكيو على كمحب وكمسير، في البداية باش نعرفوا هشام الشواشي غرام قبل بكرة القدم ولا كرة السلة؟ والله غرامي كان بكرة القدم ولعبت في أصناف الشباب. كنت لاعب قبل، كنت لاعب في أصناف كرة قدم وانتر بارونتيز لعبت في كرة السلة في انت معنا في سكولير سكولير عند سي حماد الجوادي. هذاك العام اللي نذكره، معناها اللي لعبت في كرة السلة. اما غرامي الواحد كنت مع مسؤول في فرع كرة القدم، والمسؤولية هذه مشي جديد علينا في عائلة درشواشي. الوالد الله يرحمه كان مسؤول في شبيبة من عامة البطولة، من قبل البطولة من عام 74 حتى 79، 5 سنوات كان مسير وكان مدير استاد، كان هو مدير استاد في عهد حمد العواني الله يرحمه الله يرحم جميع المسلمين. كان زاد هو اللي زرع فينا حب الشبيبة وهو اللي زرع فينا معنى الانتماء للشبيبة. هذاك علاش طلعنا معناها العيلة كل من
مشجعين شبيبه ومن معناها من متيمين بحب شبيبه. والفتره هشام اللي كنت فيها مسؤول بالنسبه للشبيب القيروني، خلينا نبداو في الاكابر. اول فتره بديت مع صنف الاكابر. انا اول ما دخلت مع سي مراد بلاكحل دخلت الاكابر، معناها كان مسير في الاكابر، معناها ما بديتش من اللي جون وانا طالع. لا، مسير من الاكابر. اما كنت اللي جون كان ما فيهاش برشا مسيرين، ما فيهاش برشا مسؤولين، هذاك علاش كنت نواكب في 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 اللي جون. وقت اللي كان فيهم المرناوي، كان فيهم العدامي، كان فيهم احمد الضيف، كان فيهم جوجو، كان فيهم جواريت هذم الكل اللي هما صغار وقتها، من اللي هما في المينيم. كنت مشرف عليهم خاطر عندهم مسؤولين، اما كنت مشرف على الفرع نتاع شبان هذوك الكل. وكانت وقتها شبيبه فيهم النوات هذوما اللي طالعين، الجواريت اللي عندهم كاليتي اللي مش يوصلوا للسينيور. اكيد عشت فتره زاهيه مع الملاعبية هذوما، وعندك علاقه باهيه مع الملاعبية اللي بقاو مع الشبيبه، فما اللي حتى اللي غادروا شبيبه القيروان. والله علاقتي مع جميع اللاعبين كانت علاقه اخويه، معناها الاولاد الكل، معناها من اللي موجودين توا ومن اللي خرجوا. عدامي، مرناوي، احمد الضيف، جوهر الجوادي، الكل اللي خرجوا. زاد عندنا جوار في فرنسا اسمه بطل كوره كيف فما زاد جوار برشا المثنياني كذا، برشا ملاعبين، كل جوارات الكل كانت عندي علاقه معهم طيبه. وحتى اي واحد تسال تقول له مع كانت علاقه زاد طيبه مع اللاعب الله يرحمه الهادي سعيدان الله يرحمه، توفى ذاك. كان زاد مشروع نتاع لاعب كبير مع الجوارات الموجودين ذاك. هو للتصحيح يعني برشا ملاعبيه اللي لعبوا في شبيبه القيروان، خرجنا سالنا بعض الاحبه وكذلك فما بعض الملاعبيه باش نشوفوا ارائهم حول هشام الشواشي في الفتره اللي كان هشام موجود كمسؤول او كمرافق مع الشبيبه. هشام الشواشي زميل صديق اللي ربي كثر منه الناس، اللي هو خدم مسؤول في فرع كرة السلة. هشام راهو صعيب باش تلقى كيفه، معناها ناس عطات من وقتها، عطات من وقت عائلتها، عطاها من فلوسه. ان شاء الله اخويا يرجع لنا للشبيبه، والشبيبه راهي مستحقتك هشام، مش راهو العباد الكل قليل باش تلقى كيفهم، انت جنود الخفيه يا سي هشام. ربي يبارك لك هشام، وان شاء الله اخويا ترجع، وراك ديما تقعد ود الشبيبه، وانا قلت لك جوارات كل اصحابك، ويعرف هشام كيفاش. وحتى الحكام قداش مره نحضر على هشام يتعارك هو حكم من بعد، يقول له هشام يزي يا هشام، راهو غيور على الشبيبه ودي الشبيبه يا هشام. ان شاء الله اخويا نلقاوه الشبيبه يا دوله. نحب نقدم له تحية، يقول لي إنسان غني على التعريف، أب عن جد، ناس تحب الشبيبة، كان في فترة ما حتى في فرع كرة قدم، يعني في شبان كرة القدم. أغلب المسيرة متاعه يعني في التسير كانت في فرع كرة السلة. بصراحة إنسان عطيه الصحة، خدم فرع تو كرة السلة، فما نقلة نوعية وتحسن خاصة على المستوى الإداري والمادي. لما هو كنا في فترة يعني صعيبة خاصة 2013-2014، كان الفرع يعني سنوات عجيف، كان معانا في الباهي وفي الخايب، كان ديما موجود، عمل اللي يقدر عليه، يعطيه الصحة بالمناسبة. يعني إنسان عطاه من وقته على حساب خدمته وعلى حساب عائلته. هشام الشواشي غني على التعريف الحقيقة، نعرفه كمحب ديبلاسينا، عشنا فترات قوية وفترات باهية كمحبين للشبيبة، كان من المساهمين يعني الأوفياء اللي تبعوا لجان سيرتون تاع جي اس كا، كبر الطموح نتاعو من المحب ولا مسؤول. أنا أكثر حاجة نعرفها في هشام إنه محب، قاعد محب حتى كهو مسؤول، وقاعد محب بعقلية المحب. ولد الفيراج كان مسؤول في فرع كرة السلة، غاب الحقيقة عنده مدة ريتو غايب، لكن قعد متابع إن شاء الله المانع خير، إن شاء الله نراوه معناه كالعادة ديما مساند ومحب ووفي لفرع كرة السلة بالشبيبة الرياضية القيروانية. اللي ما يعرفش هشام يقول لك المسؤول، لكن اللي ديما منرفز على التحكيم وعلى طاولة المقاتيين، وديما يعارك وديما ما يقعدش ديما واقف، وهذه الحقيقة افتقدناها معناها كشبيبة سيرتو في فرع كرة القدم ولا اليد. الناس اللي تحارب على الجمعية خاطر فما كواليس وفما حكايات، هو كمسؤول تلقاه اللوطة وديما مسكين معاقب وديما الخطايا، وربي معاه هشام، نقول له راك محب عزيز وغالي على قلوبنا. هشام نقفوا وين تكلم المحب، قال هشام يتشنج برشا وقت المقابلة. أكيد هشام بعد المقابلة فما وجه آخر. كما تعرف عبد الله، معناها المحب والمسير يلزم يكون فما العلاقة نتاع المحب تقعد برا من التسيير، خاطر التسيير خاصة في فرع كرة السلة ماك تعرف أي فوات تعملها
الحكم تنجم تتكلف الغالية في البنك ما تعرف وانت حكم متعرف هذا عبد الله. هذاك علاش في الاعوام الاولى كانت علاقتي مع الحكام ديما متشنجة وديما اي فوت تقني ناقف لولين من حب شبيب هذا الكل. هذاك علاش معنا بحكم بالعام معناها من الخمس سنوات الاولانيين الخمس سنوات التيلانيين هذم ولات اكثر رصانه ولات اكثر في المقابل هو اكيد فما مسؤول اخر ومرافق اخر سامي مرابط كان معاك تلقاه ديما الانسان هذاك هادي مش كيما هشام الشاويشي. والله سامي سامي احنا انا واحد الفوق واحد لوطة كيما نقولوها يبدا واحد يعيط واحد يبدا راي في كما تعرف هو على البنك ينجم مسؤول. تمنيتش يكون معنا على الاقل يكون حاضر معنا سامي مرابط. والله علاش لا سامي مرابط من الناس اللي خدمت معاه وخدم في الباسكيت معناها طلع معايا انا في السينيور مده ثلاثة سنوات تيلانين هذا قبل خدمت مع كمال ميلاد كنت تعرف. نخليك تستقبل المكالمة الهاتفية. الو مرحبا. كلم معك. مرحبا. اهلا سي شيخ. مرحبا سي سامي. اهلا سي شيخ تحياتي. سي سامي. عايش مرحبا عبد الله الحطاب اخويا. يعايشك سي سامي لاباس. الحمد لله. والله حبيت نتدخل سي شيخ. حكم الخدمة والعشرة الكبيرة تعشرنا مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا كنت لاهي أنا خاصة بالأمور المالية والإدارية للفرع الأكابر 30 تيلانين وفي شيء من المرافق الأول بتاع الفريق وتعلمنا من بعضنا وخدمنا مع بعضنا وعشنا برشا فترات باهية وفترات خايبة وتعديت الأعوام كلها كيك شو. أكيد سامي هشام يعني عاش معك عدة فترات قبل مع الشبيبة القيروانية كمسؤول شنو الخصال اللي تراه في هشام؟ هشام اللي عنده سميوه نحن الحب المفرد. شنو هو الحب المفرد؟ اللي تشنج على أبسط الأحواج في مصلحة وقت اللي يراوه برشا عبيد يراوه معناها يسميوه بلباز شوية أما والله هذيك كي تشوف خاصة تو المسؤولين اللي تو اللي موجودة ما نقصتهم كل الشارمه نتاع يقرب ياسر للحكام ويحب يناقش ويحب كل شيء. برشا يراوها حكايه بوزيتيف برشا يراوها حكايه نيجاتيف خاصه توا الوضع نتاع توا الحكام وانت تعرف عبد الله ديما الشبيبه ديما مهضوم حقها ديما يحبوا شكون ما يحكيش معاهم شكون ما يواجههمش شكون ما يقرب لهمش يحبوا هما مسيطرين على المقابله فهمت هذا هو هشام كان خويا ما يراتيش ديما موجود في الحكايات هذي. جابوا هشام يعطيك الصحة سامي. سامي قلت لك من الناس اللي خدمت شبيبة وخلى زاد وقته وخدم شبيبة لدا سامي عاوني برشا في الأعوام التيلانيين وكنا نتفاهم مع بعضنا معنا في التسيير كنا كل واحد عنده تاش يخدم فيها سامي يخدم خدمته برسانة ويخدم ويعرف شنو يعمل سامي توا هو المسؤول الأول على فرع كرة السلة وإن شاء الله سنين نلقاوه على البوديوم مع جماعة في الباسكيت في العام هذا ان شاء الله ربي يوفقه وربي ينجحه في باهي. سامي كلمه الختام شنو تنجم تقول لهشام شاويشي؟ والله هشام كاسنا معناها ما كانش معنا خاطر امور عائليه وامور مهنيه زاد عنده مشروع ديجا جديد ان شاء الله ربي يوفقه فيه وعنده اسباب زاد صحيه شويه متقلق شويه هو بطبيعته مش بعيد علينا ما يومين يجي للتمارين وفي المقابلات يوميا حتى متواجد حتى على ارضيه الميدان وانت تعرف عبد الله وهذيك هي اللحمه نتاع الباسكيت موجودين الناس كل ما بعضنا لباس بقايين. شكرا لك. شكرا لك سي سامي المسؤول فرع كره السله بالشبيبه القيروانيه. هكا كنا نسمع في سامي مرابط. هشام بعدت شويه الفتره ذي على الاجواء التسيير بالنسبه للشبيبه القيروانيه اكيد لاسباب مهنيه او اسباب اخرى. هل انه هشام مازال متابع وفي فريق الشبيبه؟ تعرف الشبيبه في دمنا احنا حتى سنه انا بديت معاهم كما تعرف اول عام راني بديت معناها مع جماعه في في في, في اول عام وكنت ما نبخلش باي حاجه نقدر عليها
الشبيب نعاون بها في في الاعوام الكل. انت تعرف نجم تسال المسؤولين الكل وتسال حتى الرؤساء القدم اللي شدوا شبيبه اش كان يعمل هشام مع شبيبه واش كان يدور ويبدا من بلاصه لبلاصه باش يدبر فلوس للشبيبه يدخل معنا مورد زايد للشبيبه. السنه خيرت باش نبتعد عندي مشروع عملته هذاك علاش بعدت شويه. تعرف 10 سنوات في شبيبه والله كنت معناها داري وخدمتي ما نعرفش شنو موجود فيها هذاك علاش خيرت باش ننسحب سنه ننسحب في صمت كما قولوها وخليت جماعه فما سامي فما زواجيه اللي هو يسير تو في الواحد فما الاولاد الكل سنه ريت وجوه جديده فما جاء 12 مسير ولا 13 مسير في فرع كره السله وهي هذيك اش لازم احنا قبل انا وصلت في اعوام كنت الموجود الوحيد انسحب رئيس فرع اللي كان قبل سي قبل شكون انسحب سيد الجامع كيف كيف براق زاد جاء فتره معنا انسحبوا ووصل جيسكا طلع في البلاي اوت لقينا روحنا وحدنا انا والمدرب اللي كان هو قبل سمير مدن ولا احمد الكيفي ولا سيف نجاتي لقينا وحدنا في ماتش ويت معناها ما بين مسير ومدرب وقارد ماتريال هذاك كان هو شفنا توا في الجزء الاول اراء الاحباء وكذلك المسؤولين في هشام الشاويشي. في الجزء الثاني ان شاء الله باش يكون خير باش نشوفوا اراء بعض الملاعبيه في هشام الشاويشي لكن قبل هذا نمشي وترتيحه موزيكا ثم نرجع للجزء الثاني. في اي بي سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام اللي عدلتوا الموجة على 90.3 في بي سبور كالعادة كل نهار سبت 8 متاع الليل تشويق كبير كل مرة لاعب أو مسؤول. اليوم هشام الشاويشي غني عن كل تعريف. هشام اللي يخدم مع الشبيبة هشام اللي كان مسؤول هشام اللي يدافع على الشبيبة وكما شفنا في الجزء الأول عديد المسؤولين والأحباء اللي أعطوا رأيهم في هشام الشاويشي. الجزء الثاني أعتبره باش يكون مشوق أكثر باش نشوفوا هشام والملاعبية علاقة هشام بالملاعبية اللي كانوا في الشبيبة واللي ممكن بقاو حاليا في الشبيبة القيروانية باش نشوفوا بعض الصور وخاصة أنه الشبيبة شارك في يعني في دورة إفريقية كأس إفريقيا واللي كان هشام موجود فيها. هشام باش نرجع بيك للكأس الإفريقي الأخيرة للشبيبة أول مشاركة والحصول على المركز الرابع اللي يعتبروه الناس الكل يعني دورة ناجحة. كما قلت عبد الله في اول مشاركه واللي ما يعرفش المشاركه هذه كيف صارت. عامت اللي شاركنا كنت مش تشارك الاتحاد المونستيري. الاتحاد المونستيري كلمني مسؤول سابق اللي هو سي محمد التومي في 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 فيدراسيون وجيسكا مازلت ما صار فيها لا انتخابات مازال ما صار حتى شيء. عيط لي سي عزيز ميلاد وقتها حطني مسؤول على فرع كرة السلة مازال ما فماش رئيس فرع ولا شنو في وقتها يلزمنا نعملوا. كنت حاب تشارك قال لي سي محمد تومي توا تبعث لنا معنا دون دو تروا جور تبعث لنا الوثائق المطلوبة. مشكورة زينب اللي تخدم في الوكال وقتها كلمتها وعمرنا الوحدة ومعناها الهيئة كي جات من بعد لقات كل شيء موجود معناها باباراس كل موجود عمرنا الوثائق كله بعثناه من الفيدراسيون وصححنا اللي معنا مشاركه. تعرف انت مشاركه مش نشاركوا فيها ومازلت ما نعرفش لا شكون رئيس فرع لا شكون ينجم اللي يجي من بعد يقول لك لا كيفاش تشارك وكيفاش. مشكور وقتها سي محمد المجبري اللي شاركنا في الدوره هذيك منتوج 100% قيروان وقيرواني كما قلت جوار الكل اللي موجودين ما تعرف اللي شاركنا بهم الكل وري بعض الصور. هذه هي في شفنا ذي في القاعة نرجع للصور اللي نشوفه اللي هي في المغرب نرجع للصور اللي في المغرب في المطار وأكيد الكل 100% كلها أولاد الشبيبة اللي شاركوا. هذه بعض الصور كما قاعدين نشاهدوا المدرب اللي كان رياض بن عبد الله هذه في سال ثراتس اللي ترشحت الشبيبة حسب النجم الراتسي. هذه بعض الصور اللي قعدت للذكرى
بالنسبه لمعبيد شبيب هذه في عهد سي مراد هذه الصور زاد الملاعبين الكل بريق الملاعبين اللي كانوا متواجدين كل الصور هذه تقعد ديما ذكرى به يا هشام ذكرى به ذكرى خاصة ترشحها على حساب نحكي لك حكاية هذه في المطار هذا في مطار باريس عمان اسكار الوقت هذه عم ناصر عم عميمي نوجه له تحية هذه الصورة الجماعية قدام مطار قدام مطار هذا قدام مطار الملاعبية هل ملاعبية الشبيب القيروني عندك علاقة به معاهم بالنسبة لكبر الشبيب والله علاقة طيبة مع جل اللاعبين من الصغير للكبير وأكثر واحد معناها قعد معي فترة هذه كل العشر سنوات هو الكابتن عبيد كشات باش نسمع عبيد كشات شنو قال فيه هشام الشاويشي هشام الشاويشي كان الحقيقة كيخونا الكبير كان ديما متواجد في الصالة ووصل صوتنا في أقل مشكل ويقف على كل شيء كل كبيرة وصغيرة كان يقف عليها هو حق بلاستو قعدت كبيرة في الفريق وما تعوضش مش تنقيص من المسؤولين الموجودين أما الحقيقة كان عنده بلاصة كبيرة وما زالت موجودة بلاستو ربي وجهه خير نحترم قراره في الابتعاد وإن شاء الله ربي وجهه خير في حياته المهنية والشخصية إن شاء الله أكيد عبيد كشات قائد الفريق وأنت علاقتك كبيرة برشا مع عبيد عبيد كما نقولك خويا صغير عبيد كان الوحيد اللي يضرب على شبيبة وعلى حب شبيبة احنا كان جاء زرع في الصغار هذا من كل اللي طلعوا عبيد كان يقف معهم كان ديما الخو كما ديما البو ديما هو يعطي من فلوسه للجوارات يقول لا اعطي خلص الجوارات بالرغم يبدا ساعات يبدا مستحق هو قبل معنا جوارات هذوك يقولوا لا سبق جوارات صغار هذوك وانا خليني في الاخر مش مشكل كان جاء عندنا 12 من عبيد في شبيبه كل عام على البوديوم ليه بالحق عبيد كشات شفنا انه قائد فريق سوية فوق الميدان حتى خارج الميدان عبيد ولي اطر زاد خارج الميدان بالحق كما قلت عبد الله وتعرفوه الناس كل روح القتاليه في الميدان وخارج الميدان كان يبادر باي حاجه تنفع شبيبه وكان معناها يمشي يتكلم على شبيبه مره مع رئيس قال له عبيد قال له تكلم على روحك انت قال له انا ككابتن يلزمني نتكلم على جوارات ونتكلم على معناها شنو ناقصين وشنو زايدين كان ديما زاد يشارك حتى في جلب اللاعبين كان هو سبب زاد في جلب اللاعبين اللي جاوا للشبيبه كان يشاوروه خاطر يعرف عبيد خبره من الناس اللي لعبت برشا للشبيبه وعطاو برشا للشبيبه وبالنسبه للملاعبيه تو خلينا نحكيو اللي خرجوا من الشبيبه اللي خلينا نقولوا عشت معاهم انت فترات كبيره برشا فيهم جوهر الجوادي احمد الضيف وسام المرناوي واحمد العديم بالنسبه لجوري هذا محمد الضيف ولا احمد العديمي وجوهر الجوادي ومرنوي كانوا جوارات وكنت مشرف عليهم حتى من مليجون معناها مليجون كانوا تيتروات اللي نحكيك على الميداي اللي ريتهم فما في الليجون الكل هذوك معناها في الكادي وفي جينيور وفي معناها في الاصاغر الكل في صنف الشبان الكل كانوا هما معناها سبب باش هزينا التيترويت هذوك الكل هما اختاروا ماذا بينا كانوا يكونوا يقعدوا كان جاوا لقاو معناها الارضيه الملائمه في الشبيبه راهو قاعدوا في الشبيب خاطر هم متيمين وحوش شبيب كما تعرف انت كريت جوهر الجوادي معناها وصل توا كره ولات ماده اكثر منها فهمت الحب نتاع الجمعيه ما نقولش يجي بعد الماده اما زاد جوار زاد عنده استحقاق على 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 عائلته ولا على عائلته يحب يحسن من مدخوله يحب يحسن في امكانياته تعرف شبيبه كان قاعد بولادها الموجودين حاليا في جل ليكيبيت كانت تكون كل عام هي المسيطر على شامبيونا وبطوله وكل شيء. سالنا لاعب من الملاعبين اللي كانوا في الشبيبه القيرونيه اللي تحولوا لفريق اخر
نسمعوا احمد العديم شنو قال في هشام الشواشي. هشام الشواشي ملي طلعت للسينيور يعني نعرفه مسؤول الحقيقه، تلقاه في كل مونتريمون في كل ماتش واقف قريب من جوريات الكل. بون ما نعرفش تو شنو صار خطر ما عادش مع ليكيب، مي نتمنى له كل خير وان شاء الله يرجع في اقرب وقت ان شاء الله. إذا كان لاعب أحمد العديمي أكيد عاش معك فترات كبيرة وكنت قريب أكثر حتى قبل ما يخرج من الشبيبة. هشام الشواشي كان قريب لهذا اللاعب ويدافع عليه، وكان في كل مرة ديما أحمد العديمي يذكر هشام الشواشي كان بالخير. والله يا أحمد العديمي ولدي كما أقول، لا أحمد ولا جوهر ولا أحمد الضيف. جات فترة الشبيبة معناها خرجوا منها جل المسؤولين واللاعبين، هذا جت معناها عباد حبت تخرجهم من شبيبة. تعرف انت اللي كونترا اللي موجودين في شبيبة قبل كانوا ينجموا يتيحوا في الماء. الصفقة متاع احمد الضيف ولا عديمي ولا جوهر جوادي عميل تالي كانت الكلوب افريكان تحب عليهم وكانوا على قاب قوسين، لولا احنا نقولوا هذه كما عند ربي، اما لولا التدخل تاع هشام شواشي اللي وصل في اخر لحظه باش معناها وقف باش ما يخرجوش الاولاد هذم، ووقوف زاد محب شبيبه طارق العيدي وكذلك شكون اخر باش وفروا الفلوس باش عطيناهم الفلوس. كريم سجني مشكورين هذوما اللي وقفوا هو طارق العيدي باش وفرنا ماديات قبل ما ترجع وقت المسؤولين تاع الشبيبه ووفروهم الفلوس باش قاعدوا في الشبيبه العام هذاك. شكرا لك هشام. اكيد باش نشوفوا انه برشا ملاعبيه اللي خرجوا من فريق الشبيبه القيروانيه ان شاء الله نراوهم في المواسم القادمه اللي ملي يرجعوا بازياء الشبيبه القيروانيه. اكيد حكينا هشام على الملاعبيه اللي كانوا في الشبيبه القيروانيه. فرصة الموسم القادم فما بعض الملاعبين اللي تنتهي العقود نتاعهم مع الفرق الأخرى، إذا كان الهيئة هذه تحب تخدم على الموسم القادم من تو نجم تستعيد الملاعبين، أما المشكلة هشام وأنت تعرف أنه الفلوس اللي مش نجيبوها. كما قلت عبد الله هي المال قوام الأعمال، فرصة علاش لا؟ ولاد شبيبة اللي كما تعرف يوفير الكونترا نتاعهم واحد كيما احمد العديمي ولا احمد الضيف ولا مرناوي اللي موجودين توا هما اللي هازين ليكيبات. كما تعرف انت المرناوي يلعب في 40 دقيقة كيف احمد العديمي ولا احمد الضيف، تنجم تنتدبهم مع مجهي اللي هما ولادك وتلقى اونتونت معاهم، معناها يتلفوا الكل جميع المسؤولين الموجودين توا حتى اللي من برا تحاول باش تقف رجال الشبيبة ويرجعوهم وبقدرة ربي بولادها وشوية معناها انتدابات اخرين معناها واللي موجودين في الشبيبة تنجم كل عام تتحصل على ثنائي في الشبيبة. هو ان شاء الله حتى ينجموا يخلصوا سالم العبيري عندهم 4 شهور مش مخلصين، والناس الكل تقفي بيد واحدة. الشبيبة راهي فرع كرة القدم، كرة السلة وكرة اليد. في الختام هشام على شكون تحب تسلم؟ في الختام نتمنى حظ موفق للشباب في جميع الفروع، فرع كرة السلة وخاصة فرع كرة السلة، فرع كرة القدم، وما ننساوش فرع كرة اليد. نتمنى جميع اللاعبين معناها في الفترة هذه يعديوا معناها البلاي اوف هذا، وعلاش ليه مش ترشحوا للسوبر بلاي اوف بمجهودات كما ريت قبل في 10 مقابلات، انتصروا في 10 مقابلات وقتها كانت فترة زاهية وجميع اللاعبين خالصين، علاش لا نرجعوا للفترة الزاهية ذيك ونطلعوا على البوديوم مع جوارت هذه، وبقدرة ربي راو الشبيبة معناها كما الفترة الزاهية ذيك وراو شبيبة على البوديوم اللي هي اللي مش فرحنا وهي اللي مش زاهينا وتزهي أحب شبيبة في الداخل والخارج. شكرا لك هشام الشواشي المسؤول السابق فرع كرة السلة بالشبيبة القيروانية. هكا وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية حصتنا من في اي بي سبور. شكر خاص لأمن بوخيت في الإخراج التقني، كذلك سيف بولعريس اللي أمننا الصور والإخراج الرقمي، كذلك أنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية.
عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم في حصة جديدة من في اي بي سبور. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. في اي بي سبورت انترفيو مع أهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة تفهم.